حذرت الأمم المتحدة من أن نحو 750 ألف مدني محاصرين غربي الموصل يواجهون مخاطر شديدة من بينها الجوع والمرض والموت. وقالت ليز غراندي منسقة الشؤون الإنسانية في العراق إن مئات الآلاف من النازحين يواجهون كارثة إنسانية في مخيماتهم لعدم توفر الخدمات الرئيسية من قبيل وسائل التدفئة وسط البرد القارس. يأتي هذا فيما أعلنت وزارة الهجرة والمهاجرين العراقية زيادة أعداد النازحين من مدينة الموصل إلى نحو 190 ألفا منذ بدء الحملة العسكرية لاستعادة المدينة من قبضة تنظيم الدولة. والله وضع ماساي، اشتي كان لا اكل لا شرب كل شيء ما بقى، والحمد لله جو القوات حررنا. شو احساسك هلا؟ هسه الحمد لله والشكر بخير، فضل من الله. كم يوم لكم بتعانوا؟ والله يمكن 15 يوم هذا القصف وال الهاونات علينا. نعم حتى هاي الأجهزة هم اتصالات أمريكا. وللوقوف على تطورات الوضع في الموصل ينضم إلينا عبر الهاتف الصحفي وناشط الإعلامي محمد الحاج. محمد، في أي ظروف يعيش النازحون من الموصل؟ نعم، السلام عليكم ولزملائي في شبكة الجزيرة ولمتابعتكم. هل تختلف قصص الموصلين في هذه المحافظات الأخرى من النزوع؟ رحلة الألم التي يلفها الغمور هذه العائلات التي هربت خوفا وطمعا بالامان الى مناطق اكثر امنا. انتشر في عده ايام الصحراء وعرفه اماكن لم تصل حتى للعيش. بعد ان وصل اعداد النازحين في هذه المدينه لمده ثلاثه اشهر الى 190 الف نازح، هذه الاقطاعيه الرسميه التي سجلها، لكن هناك نزوع داخلي. يعني بعض العوائل هربت الى اقاربها داخل المحافظات والى داخل المناطق المحرره، لم تسجل هذه العائلات كنازحين. فقط سجلت العوائل النازحه داخل المخيمات. بعدها تسجيل هذا الرقم الذي محمد، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالناشط الإعلامي محمد الحاج. أشكرك في كل الأحوال، شكرا جزيلا. وينضم إلينا عبر الهاتف أيضا من الموصل الناشط الإعلامي مدني عمر العزاوي. أهلا بك معنا مدني. المتحدث باسم وزارة الهجرة العراقية توقع عودة كبيرة للنازحين خلال هذا الأسبوع للمناطق التي تمت استعادتها، هل الظروف والأجواء مهيئة لهؤلاء العائدين إلى مناطقهم؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أحيي قناة الجزيرة مباشر وأشكره على هذا الاستضافة. اليوم أعلنته وزارة الهجرة والمهجرين نحو عودة النازحين إلى مدينة الموصل. هذا رقم هو متوقع لان الناس
الآن في الخيم تعيش عيشة يعني جدا مزرية، لا توجد خيمات في المخيمات، لا يوجد ماء صالح للشرب، لا يوجد مأوى صالح للسكن. فقررت الناس، هي ليست وزارة الهجرة التي أعلنت عن هذا الأمر، وإنما الأزمة التي يعيشها كثير من الناس جاء بهم إلى أن يرجعوا إلى مدينتهم. وأنا أتوقع بأن هؤلاء الناس عندما سيرجعون إلى مدينتهم سيجدون أنفسهم أمام ما أكبر مما كانوا يعانون منها في المخيمات. اليوم في مدينة الموصل، مدينة الموصل تفتقر إلى جميع الخدمات، ما هو إلى جميع ما إلى أغلب الخدمات وأغلب متطلبات العيش. لا يوجد ماء صالح للشرب اليوم في مدينة الموصل، لا يوجد كهرباء اليوم في مدينة الموصل، اليوم لا يوجد هناك طرق. لكن الوزير مثلا مدني يتحدث عن وصول عدد العائدين لمناطقهم بعد استعادة السيطرة عليها إلى نحو 35,000 حتى اليوم. مدني؟ نعم نعم هناك تفضل. نعم هناك عودة، نعم هناك عودة، ولكن أنا سأتكلم ما بعد العودة. ما بعد العودة، اليوم الناس النازحين أمام خيارين، وهذين الخيارين جدا صعب للنازحين. البقاء في المخيمات هو البقاء في الموت، والذهاب والعودة إلى مدينة الموصل في هذه الظروف وفي هذه الخدمات أيضا ذهاب إلى الموت. فالناس فاليوم الناس خيارين لا ثالث لهما، والخيارين هما كلاهما يعني أصعب من الآخر. فعندما ترجع هذه الناس كما ذكرنا لا تجد لا تجد هناك مقومات للعيش يعني كما ذكرنا. لكن هل هنالك مخاوف لدى بعض العادين مثلا من بعض ربما الممارسات الطائفية ضدهم، أم أن السلطات العراقية ربما تحكم السيطرة على هذه المسائل؟ يعني هناك بعض يعني في بعض المخيمات، هناك في بعض المخيمات اللي هي لواء النازحين، السلطات الحكومية تمنع عودة النازحين، تمنع عودة النازحين وكأنه سجن أو معتقل كبير يضم عدد النازحين. هناك مناطق محررة وهناك ناس تريد أن ترجع إلى مناطقها، المناطق المحررة، ولكن قبضة الحكومة وسيطرة الحكومة على هذه المناطق وعدم إعطاء تصريح أمني أو تصريح يعني بالعودة، بقى كثير من الناس وكثير من النازحين في المخيمات. بعض كثير من النازحين في المخيمات، وهذا المخيمات لم تعد تستوعبها الأعداد التي مهيئة لها. فالمخيم إذا كان هناك كان يستوعب ألف نازح يأتي إلى المخيم، أجد من 1500 أو 2000 نازح. فبدت يعني الأزمة تتفاقم حقيقة. شكرا. يجب هناك تدخل دولي، يجب هناك تدخل أقليمي للمخيمات النازحين، يجب هناك تدخل يعني داخل مدينة الموصل حتى تهيئ المدينة وترجع الخدمات إليها حتى يعود الناس إليها. النشط الإعلامي مدني عمر العزاوي، أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من الموصل. وبهذا نصل مشاهدينا إلى ختام هذه النافذة، نشكركم على طيب المتابعة، ونلقاكم غدا بإذن الله في نافذة جديدة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.